حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان له أجير فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه. فاندر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته وقال افيدع اصبعه في فيك تقضمها قال احسبه قال كما يقضم الفحل